خزيلك لما الخميس ربي محمد من الإله بالرسول أطلبه ما سرمدا عني ليس يسلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه لدفني والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداه يسب محمد من في هداه أرهب وفي امتداه أتاني رهب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق منايا بالتوفيق والتصديق بجاره جلي بالتوفيق في كل شيء وتكن رفيقي وجبي لما ينير سوقي وربي بكل ذي فسوقي بدد به عداية بالتفريق واسلك به في أنفع التاريخ كفيتني به أزل بتريخ في البر والبحر وفي الطريق رددت عني أزل زنديق قبل وجبت لي بالتصديق رددت عني أزل زنديق قبل وجبت لي بالتصديق عمر عنه وعن خليفة الله عمر إرداد لي بهما جلد سمر مد حياتي برداء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رد الذي حصلني ومن أمر ليرفع الدس انتقام بعمر رد الذي حصلني ومن أمر ليرفع الدس انتقام بعمر عثمان عني حطبت الذنب يا رحمن بجاه من سماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهي يا بر يا منان مددتني شيئا به الجنان تكون لي ويسكت الجنان أسبت كل ما به العصيان يدي لخيري إنك الديان نفيت دري ورد يا رحمن عن الذي سماته عثمان نفيت دري ورد يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي علي من ربي بالمخفي وسرد لك الى علي لجب علم نافع سني وعمل وادب مرضي يا رب مني يتقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سرد الى علي ولي سم ما سبت من مخفي يا رب سرد الى علي ولي سم ما سبت من مخفي اهل بدر اسالك اليوم باهل بدر فليستجب بهم واهل قدر اسالك اليوم باهل بدر فليستجب بهم واهل قدر قبلهم مرجى وخير اجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى هجري في البحر روض قادر في زجري بدد به شمل عداي المجري في البر والبر وصف الأجر دعائي يستجب بهم في البر والبر وصفني بهم من ذري ربي يكن لي بأهل بدري وارتضى عنهم ولتعظم قدري ربي يكن لي بأهل بدري وارتضى عنهم ولتعظم قدري جبريل جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بالأمين لا يمين جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهي يا مالك الحق المبين هب لي ما أبي وما لست أبي ذلي بجاهي عداي واللعين ولي وجه فوق سوري يا معين يسر به أمري لي مع اليقين وإنك نعمي سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين ميكائيل مد حياتي بمن صب المطر باقية يا من قضى لي الوتر مد حياتي بمن
سب المطر باقية يا من قضى لي الوتر يسرني عسير يا رب البشر في كل شيء لي خلت البشر قوين بمن به تجود بمطر كوني فوق كل باب ذي بدر أجب به لي وزرزي القدر وتتقبل كل ما مني صدر آتيتني آيات ربي والسور فلي رب شكرا بها بلا مور يسر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديم والسهر لك بي وبالذي سقى المطر توجهي فبه ما سمي الوتر لك بي وبالذي سقى المطر توجهي فبه ما سمي الوتر إسرافيل أنني البشرى مع النسور بنادي يوم الجواب في السور أنني البشرى مع النسور بنادي يوم الجواب في السور سري بي منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا خروي رلي بي أيام تسرور وما أزاو من تزاكور أبقيتني ربي بلا سبور والنصر والخصر مع القبور فجرتني يا ربي في الكهور بما بي خصمه ننكور يسرتني شكرا بلا كفور ولي رد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم النافع في سور لك توجهي بالمنصور وبكريم النافع في سور عزرائيل علي بعزرائيل سقما ظلما إلى سواي باقيا معلما علي بإسرائيل سما ظلما إلى سواي باقيا معلما زد أماني ورداء والنعما يا باقيا ليس يزال منعما رددت للأعداء حق الموت حتى الغباء يا سميع الصوت أبقي حياتي يده مسرورا وتقني الحساب والغرورا آتني الدارين خير حسنات واجعل بي كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على بداه أهيم لك توجهت بجاه مجتبى وجاه إسرائيل جبلي باتباع لك توجهت بجاه مجتبى وجاه إسرائيل جبلي باتباع خزيني لك لما لخمس ريبي